نقولوا خلق التغافل. شنو هو التغافل؟ راه كاين التغافل وكاين الغفله. الغفله هو الانسان اللي كيغفل على ولادو وعلى مراتو، ما في يديروا اللي بغاو، ما تيسوق ليهمش وكذا وكذا، حتى كيوقع المشكل او كيعوج ليه شي واحد من الدراري كيقول كيلقى راسو راه ما بقى بحال هذيك الحديده اللي عواج، بغيتي تقادها ما تقدرش تقاد، بحال يعني الشجره الى 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 نط مقاده وكدير ليها يعني دوك الخيوط باش تمشي نيشان راه كتمشي نيشان، ولكن الا خليتيها تتعوج عاد تبغي تقادها راه غادي تهرس. فهكذا يعني تيكون الغفله هو انسان تيغفل كاع، تي ما تيسيقش الخبر اش متيوقع في ذاك البيت ولا في ذيك الاسره. ولكن التغافل احيانا تنشوف شي موقف، هذاك الموقف خاطئ يمكن نعالجه في الحين، يقدر يستدعي الحل انني نعالج هذاك المشكل في الحين، واحيانا هذاك المشكل يقدر نتغافل عليه، نقولوا بالدرجه ميك شويه، احيانا كتميك لان ذاك الوقت الا جيتي تعالجه ربما يوقع شي مشكل، كتقول خليه حتى يجي الوقت ديالو مناسب. ديك الساعه انا راه سجلته عندي، راه سجلته. هذا كيتسمى التغافل ماشي الغفله، لان الحياه الزوجيه والحياه مع الاولاد والحياه مع الاسره كتبغي اليقظه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، لان رب السفينه هو الزوج، خصو يحمي نفسه ويحمي ولاده ويحمي الزوجه ديالو من النار. كيفاش يحميهم؟ يحميهم بكتاب الله بسنه رسول الله. اذا لابد هذا الزوج يكون يعني عنده الحد الادنى من المعرفه بهذا الكود اللي قلنا حنا، هذا الكود التربوي، هذا الكود الاسري، باش يعرف يمشي هذيك السفينه. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه. لكن في الزمن ديالنا حنا الدين والخلق هو اخر ما يلتفت اليه، يعني في الغالب، ماشي حنا كنقولوا، في الغالب اول حاجه كتدخل عند داك اللي غادي تاخذ بنته مثلا، تيقول لك شحال كتشد في الشهر؟ واش بدارك ولا كاري؟ واش والديك غيسكنوا معاك ولا ما غيسكنوش معاك؟ ويعني كيبدا يسولك على شي مسائل يعني اللي هي بعيده عن الشرع، بعيده، ماشي هي الاصل. الاصل هو هذا الشيء اللي كنقولوا، الدين، الاخلاق، الايمان، هذا هو الجانب اللي خصني نسولوا عليه. اما ذوك الجوانب الاخرى راه كل واحد يعني لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك شنو تيوقع في بعض الأسر؟ حيت دابا المجتمع فيه هذه الجوانب المادية هي اللي حاضرة، تيولي حتى ذاك اللي كيبغي يخطب تيخص يبين واحد الجانب معين. قال لي واحد من باب النكتة، قال لك جا السيد جايب معاه كات كات، وقلنا السيد راه عنده الكات كات، جايب معاه كات كات ولابس واحد الكوستيم ما عرفتش يدير شي 40 ألف ريال ولا 50 ألف ريال، وجايب واحد السبردين، كلشي كاري، كات كات مكرية، الكوستيم مكري، السبرديلة مكرية، ما عرفت. قال لك غير داز العرس بقى غير هذاك السكوليت ديالو، غير هذاك الأصل. فعلاش؟ لأن هو غادي عند واحد الأسرة عارف أنهما تيشوفوا غير المظاهر، فبغى يبين لهم دوك المظاهر. ولكن من بعد كيدوز الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الشهر الاول، كينكشفوا دوك المظاهر انه غير مظاهر خداعه، وتيبداو المشاكل. يعني هذا الامر هذا خصنا نغيروا العقليات، خصنا نغيروا النيات، ماشي نغيروا، نرجعوا للاصل، لان دابا تغيرات الفطره. بحال واحد مشرط ليه اللسان ديالو، مجروح في اللسان ديالو، كتعطيه العسل تيقول لك حار، علاش؟ لان عنده الجرح في اللسان ديالو، تيبين ليه داك والعسل راه حلو، ولكن داك اللسان اللي مشرط الذوق مشات ليه، حاسه الذوق. فخصنا نرجعوا ديك حاسه الذوق تكون سليمه، نرجعوا للكتاب، نرجعوا للسنه، باش داك الميزان باش كندوقوا يبين لنا الحاجه الحلوه راه حلوه، والحاجه اللي مره راه مره. اما ملي كتمشي الحاسه الاصليه، الفطره الاصليه، كيولي اي حاجه حتى تافهه كتبان لك ان راه ماشي هي هذه. فلذلك هذا هو الاصل. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ردوا البال، الا تفعلوا، الا ما درتوش هذه الوصيه ديالي كما اوصيتكم بها، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. ملي الناس كيتسناو اصحاب الفلوس واصحاب السيارات واصحاب العمارات وغير الجانب، غير الفلوس، غير الجانب المادي، غير كذا، راه ولات واحد الفتنه،
وفي المجتمع ولا واحد الفساد كبير يعني في المجتمع ولا يعني تاخر داك الزوج اللي غيتزوج تيبدا يفكر في دوك الشروط انني غادي نمشي خصني أربعة من الحاجه خصني كذا خصني هذه خصني يعني ما هي وما لونها تيدير بالنقص هذاك اللي كان غيتزوج في 20 تيتزوج في 40 هذاك اللي كان غيتزوج في 40 كيتزوج في 50 وهكذا تيتاخر الانسان يعني في واحد العباده هذا الزواج راه عباده عظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني فليتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذه كتفيد المبادرة والمسارعة وعدم التأجيل شكون اللي كيجعل الشباب يتأجلوا ويأخروا هذه الشروط يعني العسيرة والمتعسرة اللي كتخلي كثير يعني من الشباب لأن العقلية قلنا خاصة تبدل خاصة ترجع للأصل خاصة ترجع للأصل اللي هو التيسير شوف واحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عهد ديالو البنات ديالو ولا النساء ديالو ما كاينش شي وحده اللي فات فيها 400 درهم يعني 400 درهم ديال داك الوقت يعني يالله امنا خديجه كانت زوجها قبل الاسلام هي اللي عطاها الصدق ديالها 30 ناقه 30 بكره اما الزوجات اللي خدا بعد الاسلام يعني مهر بسيط وحتى العرس يعني بسيط تريد واحد امهات المؤمنين تريد يعني بحال قلنا حنا الرفيسه ديك الرفيسه الخبز مسقي بالبلول ما فيه لا الحملة والو وفرحوا الناس وشطوا الناس وكذا ما قالش ديك المرأة ايوا انا شوف دابا انا مزوجة بالرسول سيد ولد ادم والناس ما كلاو لا الحملة والو ما كاين لا ذبيحة لا بل حست ان ذلك العرس فيه بركة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ملي مات الزوج ديال بنته سميته خنيس بن حذافة هذا صحابي استشهد في غزوة بدر وكانت البنت ديالو حفصة يلا عندها 18 عام شابة تصوروا معايا شابة عندها 18 عام ومات لها الرجل أرملة فعمر يعني الله يسمح لنا من حق الوالدين حس يعني بدك الألم اللي كتحس به بنته أنها ترملت وهي بنته 18 سنة فقال هاد البنت غيت سال العدة ديالها خصني نشوف لها شي رجل صالح سالت العدة ديالها قال خصني نشوف لها شي رجل صالح اول واحد غادي يفكر فيه قال غادي نشوف عثمان بن عفان علاش عثمان بن عفان لان عثمان بن عفان مات ليه حتى هو الزوجه ديالو شكون هي بنت الرسول رقيه بنت الرسول يعني مات في يوم بدر حتى هي ولذلك عثمان ما حضرش في غزوه بدر علاش ما حضرش لان مراته كانت مريضه وكان موجد السلاح ديالو بغى يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ااذن لك ان تبقى على تمريضي رقية زعما راه خص يكون حداها راجلها لان ما عرفناش شنو غادي يطرى فعلا ذاك النهار اللي وقعت الغزوه ديال بدر غد ليه توفات رقية وصلى عليها زوجها في المدينه فمشى عند عثمان قال له دابا انت مات لك المراه وكذا يعني وبنتي مات ليها الراجل ما لقاش حسن منك يعني تزوج بنت فقال له ودي انا لا حاجه لي اليوم بزواج يعني باقي مأطر يعني بالوفاه ديال بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لا حاجة لي اليوم زعما هذه اللحظة راه ما مشى عند أبو بكر قال أبو بكر صاحب رسول الله وأول من أسلم وأحق الناس يعني أنني نكرمه بالبنت ديالي وكذا مشى عنده سكت أبو بكر ما جاوب لا بيه ولا بالله مازال أخر راه قال لا عثمان قال لا ولكن أبو بكر ما قال ليه لا فزاد ألم عمر قال دابا كيفاش الألم ديال وفاة الزوج ديال البنت والألم ديال هاد جوج من الأصدقاء المقربين عرضت عليهم بنتي وكذا وهذا راه من السنة عندك يقول شي واحد زعما أنك إلا عرضتي بنتك على شي واحد راه حيت دابا غير العقليات اللي قلنا تغيرات العقليات دابا كيقول لك واش هاد البنت يعني رخيصة واش هاد البنت بطاطا لا راه يعني شعيب أولا الرجل الصالح يعني اللي في سورة القصص راه هو اللي عرض بنته على موسى الأنبياء هادشي سنن ديال الأنبياء سنن ديال الصالحين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني 8 حجج وكذلك هنا عمر فلما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم شاف فيه علامات ديال الحزن قال له عمر شتك ما شي هو هذاك يعني شنو عندك شي حاجة ما قال له يا رسول الله هاللي عندي راه بنتي مات ليها الرجل وعرضتها على عثمان قال لي ودينا الحان ما عنديش رغبه في الزواج في هذه اللحظه هذه ابو بكر سكت ما جاوبني لا بيه ولا بالله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان. يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم أختها. ولذلك عثمان سمي بذي النورين، ذي النورين لأن تزوج رقية حتى ماتت، وعاود تزوج أم كلثوم حتى ماتت، ما تريه يعني زوج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي بذي النورين. ويتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من المسائل. علاش كان كيقلب عمر؟ واش كيقلب على الفيرمات؟ كان عمر كيقلب على الضيوف؟ كان عمر كيقلب على كات كات؟ كان عمر كيقلب على وانما كان تيقلب على الدين والخلق. رجل صالح اللي غيسر لبنت ديك، رجل صالح عنده الاخلاق وعنده الدين وعنده المروءة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم السعادة الزوجية في بيوتنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.